لكن في نقطة هنا كمان مهمة، وهي بتتعلق باللاعبين المحترفين، وكلام كتير جدا بخصوص هل هيوصلوا ينضموا للمنتخب ولا لا. واحنا عارفين ان الفيفا يعني طبقا للوائحه مدي الأحقية للأندية في اتخاذ قرارات بعدم سفر بعض اللاعبين الدوليين اللي عندهم في قائمتهم بسبب فيروس كورونا. لكن حتى الآن ولحد اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم، من المؤكد وبنسبة كبيرة أن محمد صلاح هيكون موجود، تريزيجيه هيكون موجود، عنده ماتش بكرة مع أستون فيلا ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، هيخلص الماتش ويكون موجود، ده بنسبة كبيرة بتكلم لحد هذه اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم. أحمد حجازي موقفه صعب شوية باللحاق لمنتخب بمنتخب مصر، وده بسبب إصرار فريق اتحاد جدة إنه ما يصفرش حجازي وينضم للمنتخب، ويعني اقتراح أنا شايفه غريب شوية، إن حجازي يسافر، هم يسافروا مباشرة من هناك من السعودية، يجي على الماتش يلعب من غير ولا تمرين مع المنتخب، يخلص الماتش يرجع على هناك. بالمناسبة حجازي كان بيلعب مباراة خلال اللحظات اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم أو منذ قليل، وطرد في هذه المباراة، تلقى الكارت الأحمر في الدوري السعودي. مصطفى محمد اتحرك زمان، وصل خلاص لمصر عشان ينضم لمعسكر المنتخب. فالأمور ماشية بشكل جيد إلى حد ما. عندنا كمان مين من المحترفين؟ النني هيكون موجود إن شاء الله، كوكا مصاب للأسف مش هيكون متواجد مع منتخب مصر، حظه سيء دايما كوكا مع المنتخب بسبب إن احنا بنشوف مستويات عظيمة قوي من كوكا مع الأندية المختلفة، سواء لما كان بيلعب في البرتغال أو لما حتى بيلعب دلوقتي في أولمبياكوس اليوناني، بيأدي بشكل أكثر من رائع، فكان الناتج كنا نتمنى نشوفه مع منتخب مصر، دايما بنشوف إنه ما بيأديش بالشكل المميز. كانت فرصة بالنسبة لي نكون متواجد المرة دي عشان نشوف المستوى الرائع اللي وصل له أحمد حسن كوكا، لكن هو حظه وحش شوية، إن شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل. خليني أكد على المعلومة إن طبعا الكابتن حسام بدري لعب 4 مباريات رسمية وماتشين وديين، و فاز في 4 مباريات وتعادل في 2. الماتشين الوديين كانوا مع بوتسوانا وليبيريا. طيب دي جزئيه من ضمن الجزئيات الهامه جدا اللي حبيت ابتدي فيها مع حضراتكم في هذه الحلقه.